منذ تسعينيات القرن الماضي لحد الآن على جمع الصور القديمة والفيديوهات النادرة والكتب التي تؤرخ لنمط وحياة سكان ولاية الوادي حتى تلك التي تعود إلى حقبة ما قبل الاستعمار. بديع بكيني. أستاذ اللغة الإنجليزية مجيب الرحمن خليل تمكن من جمع أزيد من 4000 صورة قديمة وفيديوهات نادرة من الحقبة الاستعمارية وكتب تاريخية تحكي التراث الحقيقي لمنطقة وادي سوف. بدأ الاهتمام بجمع هذه الصور انطلاقا من أول شيء الخوف على هذا الموروث من الاندثار. حاولنا قدر الإمكان جمع كل ما يخص مدينتنا من صور من وثائق من فيديوهات، لذلك حاولنا نجمع قدر كل ما نستطيع من الأرشيف الموجود في العالم. إتقانه للغة الإنجليزية ومعرفة مفاتيحها مكنه من الإبحار عبر نافذة الكمبيوتر ليطرق أبوابا وجد فيها ضالته. طبعا مصادر الصور هي معظم الأرشيف الموجود في فرنسا، في سويسرا، في أمريكا، وبعض المواقع التي تهتم ببيع الصور في العالم. مشكورين على هذا العمل، ونتمنى ان شاء الله تكون مشاريع معنا يستثمر الصور هذه، تستثمر من الناحيه السياحيه والثقافيه والعلميه. اهميه الصوره التاريخيه في البحث الاكاديمي، طبعا بناء على مقوله رب صوره خير من الف كلمه. طبعا نحن نريد ان نفعل هذه الصور في عمليه البحث التاريخي الاكاديمي الحقيقي، ومن خلالها يستطيع ان يستغلها البحث الدراسات التاريخيه التي تعطي معاني لهذه الصور التاريخيه والتي ستجمع في ابحاث اكاديميه مسترسله. بالنسبه للارشيف لدي المتكون من الصور والفيديوهات والكتب على شكل PDF التاريخيه، هي متاحة لكل الطلبة، لكل الباحثين، وكل مهتمين بتاريخ المدينة. إذن هو مجهود سنوات من البحث والتنقيب عن كل ما له علاقة بتاريخ منطقة وادي سوف، يضعها مجيب الرحمن تحت تصرف كل من يحتاجها على أمل أن يتبنى نشاطه جهة رسمية للحفاظ على هذا الموروث.